والآن ننتقل على الهواء مباشرة إلى زميلي موفد أكسترا نيوز إلى ليبيا أحمد أبو زيد، يحدثنا من مدينة طبرق. أهلا بك أحمد، وصف لنا الأوضاع لديك. أهلا بك حسام، أسعد الله أوقاتك وأوقات الجميع. نحن هنا في طبرق حسام، طبرق في أقصى شرق ليبيا، حيث اختارت هذه المناطق أن تكون ضمن حاضنة الدولة، اختارت هذه المناطق أن تكون متماسة تماما مع مفاهيم الدولة الوطنية التي تنادي بها كل الأعراف وتنادي بها كل القوانين، بل ينادي بها المنطق السوي حتى. نحن هنا في أقصى شرق ليبيا، حيث محدد أساسي من بين أهم محددات الأمن القومي المصري، إذا كانت مصر تظهر حرصا واسعا على سلامة المحيط الإقليمي، وإذا كانت مصر تظهر حرصا أساسيا على سلامة الدولة الليبية وعلى أن تكون ضمن إطار شرعي ومؤسسي واحد، فهذا بطبيعة الحال كجزء من اهتمام مصر بمحيطها الإقليمي وبمحيطها العربي، لكنه جزء أساسي كذلك من محددات الأمن القومي المصري. أنت تتحدث عن نحو 1200 كيلومتر مربع، هذه هي حدود 1200 كيلومتر عفوا، هي الخط الحدودي ما بين مصر وليبيا عند الشريط الغربي المصري. أنت تتحدث عن نحو 142 كيلومترا تقريبا، هي المسافة الفاصلة بين منفذ السلوم الواقع في داخل القطر المصري وبين مدينة طبرق الواقعة في شرق ليبيا. الفوارق البينة والبون الشاسع والهائل الذي يظهر مدى ما عانته تلك المناطق التي تعيش في فوضى الميليشيات، في فوضى أولئك الذين حملوا السلاح عنوة وأخذوا كل المدنيين الموجودين حيث هم الآن في غرب ليبيا كرهائن. هذا هو الفارق بين دولة استطاعت أن تعيد صياغة نفسها من جديد، بين جيش وطني استطاع أن يلملم ما تبقى منه ما بعد فوضى عرفتها ليبيا، واستطاع أن يعيد ترتيب صفوفه من جديد ليعيد كذلك هيبة الدولة وركائزها من جديد. بالمناسبة حسام، نحن هنا حيث وصلنا قبل ساعات قليلة من الآن، و حيث الفندق الذي نحن جلوس عنده الآن، تابعنا بعض الوثائق التي أظهرت أن هناك عددا غير قليل، بل عدد كبير وكبير للغاية، أتوا إلى هذا الفندق وتوطنوا ما بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل معمر القذافي، من إحدى الدول العربية التي نالتها ما نالتها اتهامات من كل الأطراف تقريبا الإقليمية والدولية بدعم صريح وبين ومباشر للإرهاب. هذه الوثائق التي أظهرت وجودا مباشرا لعناصر من الاستخبارات وعناصر كذلك من القوات المسلحة لتلك الدولة، الذين توطنوا في هذه المنطقة وفي هذا الفندق تحديدا في أقصى شرق ليبيا على بعد 142 كيلومترا من الحدود المصرية مباشرة، ليتخذوا من هذه المنطقة قاعدة انطلاق لهم لتخريب القطر الليبي. هذا الأمر الذي يشكل خاصرة رمحا في الخاصرة الرخوة لمصر، المحدد الأساسي من محددات الأمن القومي كان مهددا وربما لا يزال، إذا أخذنا في الاعتبار ما يجري في غرب ليبيا، وإذا أخذنا كذلك في الاعتبار ما يجري من قبل القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر التي أخذت على عاتقها أن تحمي القطر الليبي بأكمله. انطلقت من شرق ليبيا عندما طهرت بنغازي بعد معارك دامية وبعد حصار استمر لنحو سنتين حتى تمكنت من الوصول بأقل خسائر أخذا في الاعتبار المدنيون الموجودون في هذه المدينة، ومن بعد ذلك درنا، وانطلقت بعد ذلك القوات المسلحة الليبية إلى جنوب ليبيا، ومن ثم اتخاذ الخطوة للذهاب لتحرير غرب ليبيا والعاصمة طرابلس في قلبها. هذه العناصر من تلك الدولة العربية التي أتت إلى هذه المنطقة لتتخذها كقاعدة لتخريب المنطقة وتخريب هذه البقعة تحديدا، كانت بالوثائق ربما تطلع عليها اكسترا نيوز في أوقات لاحقة بالأسماء أولئك الذين أتوا إلى هذا الفندق تحديدا ليقيموا مركز عمليات لهم لإدارة المرحلة ما بعد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي. هذه الدولة التي تنتابها ما يقال عنه دوما إفرازات الأفيون الطبيعي في الدماغ كما يقال في أحيانا في علم النفس، حيث الغاز أينما وجد الغاز أينما وجدت الثروات الطبيعية في أي بقعة من بقاع الأرض إنما تلهث هذه الدولة. عدد هائل من أسماء العسكريين من هذه الدولة العربية الذين أتوا إلى هذا الفندق تحديدا ليتخذوه كقاعدة انطلاق لهم لتبدأ من بعد ذلك ما عانته ليبيا من ويلات، ويبدأ من بعد ذلك فصل جديد من فصول الدفاع عن هذه الدولة. نحن هنا فقط لنبرز الفرق ونبرز حجم الاختلاف الهائل الذي يمكن أن يلحظه كل ذو عينين لدولة تحتضن رعاياها وتحتضن أبنائها، تبسط نفوذها على سلطانها وعلى ترابها، وبين منطقة أخرى لا تعرف إلا فوضى الميليشيات ولا تعرف إلا الفوضى القبلية. زميلي أحمد أبو زيد، موفد أكسترا نيوز إلى ليبيا، كنت معنا من طبرق، الشكر الجزيل لك.